السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نضيف للبروتوتايب تشين، هنتعلم مع بعض إزاي نزود إمكانيات البيلت إن كونستراكتورز الموجودين عندنا. قلنا في الفيديو الأول بعض المعلومات محتاجين نجربها دلوقتي عملي. قلنا أي فانكشن بيتم إنشائها بيتم إنشاء بروتوتايب ليها موجود فيه المميزات بتاعة الفانكشن دي، وقلنا إن الكلاس في النهاية عبارة عن جافا سكريبت فانكشن. فلما انشأنا اليوزر كلاس تم انشاء بروتوتايب ليه، وده اللي احنا عرضناه هنا بالشكل ده، موجود فيه المميزات بتاعته وهكذا. طيب دلوقتي اي اوبجكت هيتم انشاؤه من اليوزر كلاس ده هيبدأ يدخل على البروتوتايب ويورث منه المميزات الموجودة فيه عشان يستخدمها. عايزين نبدأ بقى نشوف الكلام ده عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي. هطبع اليوزر 1 اللي هو الاوبجكت اللي تم انشائه من اليوزر كلاس عشان اتفرج عليه في الكونسول موجود فيه ايه. اول حاجه هتلاقي كلمه يوزر، وده الكلاس اللي هو تم انشاء الاوبجكت منه. بعد كده هنفتحه هنبدا نلاقي فيه البيانات بتاعتنا اللي هو الاي دي واليوزر نيم. بعد كده يبدا بقى يقول لك ان في هنا البروتوتايب اللي هو هيورث منه الخواص، هندخل عليه عشان نفهم المعلومات بقى اللي فيه. اول حاجه هيقول لك الكونستراكتور اللي تم عمل الاوبجكت ده طبعا منه هو اليوزر كلاس بالشكل ده، ودي المميزات الموجوده منه. ولو كملت بقى في السلسله وتشوف الكلاس نفسه بيدخل على بروتوتايب بتاع ايه عشان ياخد منه الخواص، هتبدا تلاقي الحاجات اللي قدامك دي كمان بياخدها منين، من الاوبجكت بالشكل ده. الكونستراكتور بتاعه هو الاوبجكت. عظيم عظيم الكلام ده. خلينا دلوقتي نشوف موضوع ان انا ازاي اضيف للبروتوتايب تشين. حلو قوي. عايز تضيف ايه؟ عايز اضيف ميثود تانية اسمها مثلا say welcome بدل say hello. هتضيفها لمين؟ لليوزر كلاس بتاعنا ده. طيب جميل، هاجي هنا اقول له يوزر دوت بروتوتايب دوت، هتضيف اسمها ايه؟ say welcome. say welcome، say welcome دي عبارة عن property ولا method؟ method. يبقى هقول له بتساوي function، وهبدأ هنا اضيف رسالة نفس الرسالة دي بس نكتب بدل hello نكتب welcome. كده انت ضفت على السلسلة بتاعت البروتوتايبز حاجة اسمها say welcome بقت متاحة دلوقتي. لو دخلنا هنا على البروتوتايب بتاع اليوزر كلاس هنلاقي say welcome اهي، ولو دخلنا على الاوبجكت اللي تم انشاؤه هنفتح البروتوتايب هتلاقي say welcome وsay hello، والكونستراكتور بتاعنا هو اليوزر كلاس. جميل الكلام ده. خلينا نبدأ نشوف موضوع الاكستند، ان انا ازود امكانيات البيلت ان كونستراكتورز الموجودة عندنا. من ضمن البيلت ان كونستراكتورز الموجودة عندنا هو الاوبجكت. هاجي عند الاوبجكت اقول له خش على البروتوتايب وضيف عليه بروبرتي اسمها اللوف. بتساوي ايه اللوف دي؟ بتساوي الزيرو ويب سكول، الحب كله سبته ليك، الحب كله. دلوقتي اي اوبجكت موجود عندنا اصبح جوه البروتوتايب الموجود فيه اللوف بروبرتي القيمه بتاعتها الزيرو ويب سكول. يعني ايه الكلام ده؟ هو احنا عندنا اوبجكت؟ اه عندنا اوبجكت. انت هتروح تعمل اوبجكت جديد ليه؟ ما موجود عندنا الاوبجكت اهو، مش مكلف. ندخل على اليوزر اوبجكت. اليوزر اوبجكت ده ببدا اقول له وريني البروتوتايب بتاع الحاجه اللي انشانا منها اللي هو الاوبجكت بتاعنا ده. هيقول لي طبعا زي ما انت شايف سي ويلكم، الكونستراكتور اللي انشانا منه هو اليوزر كلاس. ما تيجي بقى نكمل ونخش على البروتوتايب بتاع الاوبجكت نفسه اللي هو اللي احنا قلنا عليه بيلت ان كونستراكتور. هتبدا تلاقي حضرتك هنا بالشكل ده اللوف بروبرتي زي ما انت شايف كده، والقيمه بتاعتها اهي. الله، ده مش بيورث بس من الاب، مش انا قلت لك دي الميكانيزم الاليه ان الاوبجكتس تورث من بعضها عن طريق البروتوتايبس. اه جميل. يعني معنى كلامك لو انا جيت هنا قلت له يوزر 1 اللي هو ده دوت، يقدر يدخل على ايه؟ يقدر يدخل على السي هالو والسي ويلكم بتوع البروتوتايب بتاع الكلاس يوزر، ويقدر يدخل على اللوف دي كمان، مفيش مشكله اهو بقت متاحه عنده، لان كلهم عمالين يورثوا من بعض زي ما انت شايف. طيب خلينا نعمل تجربه من التجارب اللي ممكن تخطر على بالك. انا عندي السترينج بيلت ان كونستراكتور، عايز اعمل مثلا ميثود معينه. يعني فكروا معايا كده في اسم ميثود بروتوتايب دوت، ممكن نقول له اد دوت بيفور اند افتر. ايه يا عم كل ده اسم؟ بيساوي فانكشن. الفانكشن دي هتقبل مني فاليو معينه، هكتب هنا val. هتعمل ايه من الاسم كده اد دوت بيفور اند افتر؟ هديك فاليو، هستعمل الميثود بتاعت اد دوت بيفور اند افتر، حط لي دوت قبلها ودوت بعدها، بسيط. هقول له ادي الريتيرن بتاعتنا، حط دوت ودوت بس كده. جوه بقى هنا هتقول له this
اللي هي القيمة اللي هي هتخش للميثود بتاعتك. دلوقتي بقى عندي السترينج كونستراكتور فيه شوية مميزات حلوة. لو عندي اي سترينج اقدر استعمل الميزة دي، زودت عليهم ميزة اسمها add.before and after. تعالوا مع بعض نجربها. هقوله let my string بيساوي الزيرو بالشكل ده، ونيجي هنا نقول له my string اهو دوت. شايفين كل الحاجات الموجودة دي؟ كل دي جاية منين؟ جاية من البروتوتايب بتاع السترينج كونستراكتور، وانا دلوقتي عمال بورثها كلها عشان استعملها. ومن ضمنهم الاد دوت بيفور اند افتر اللي انا عملتها بنفسي. بص عمل ايه؟ حط لي دوت قبلها ودوت بعدها. كده انا عملت اكستند للفيتشرز بتاعه السترينج بيلت ان كونستراكتور، وزودت عليها حاجات من عندي. بكده بقيت انا فاهم يعني ايه بروتوتايب، بقدر ان انا اتحكم فيه، اضيف منه حاجات واعمل فيه اللي انا عايزه كله، وبقيت اقدر امشي مع التشين عشان اعرف كل واحد جاي منين ورايح فين. اليوزر ده بيستعمل البروتوتايب بتاع اليوزر كلاس، ولو كملت هنا تبدا تشوف اليوزر كلاس نفسه بيستعمل البروتوتايب بتاع الكونستراكتور اوبجكت هنا، وتقدر تكمل كمان لتحت لحد ما تفهم كل حاجة ماشية ازاي وكل حاجة بتورث من ايه. الفيديوهات بتاعت الكونستراكتور مش من الحاجات اللي هي يعني محتاج تطبق عليها عملي، قد ما هي من الحاجات اللي محتاجة تفهمك ايه اللي بيحصل وراء الكواليس. مش مجرد ان انت عملت let my string بيساوي الزيرو وخلصت، انت كده عملت string. انا دلوقتي يا شباب عملت string، لا، انت لازم تفهم ايه اللي حصل وراء الكواليس، وايه الكونستراكتور اللي انت استخدمته، وايه يعني ايه بروتوتايب، وبياخد الخواص دي منين وليه وازاي والكلام ده كله، وده اللي احنا شرحناه دلوقتي. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.